كل سنة وكل أساتذتنا وإخواتنا وزمايلنا الإذاعيين بألف خير. النهاردة 31 مايو ذكرى انطلاق أول بث للإذاعة المصرية، واللي شهدت عبر تاريخها نقاط مضيئة خلتها واحدة من أهم الأدوات، أدوات القوة الناعمة المصرية طبعاً. الإذاعة كانت هي الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشاراً وصاحبة الحضور القوي في كل الأحداث سواء العربية أو الإفريقية والدولية كمان. هي الوسيلة الأكثر جماهيرية والأكثر تفاعل مع المواطن المصري، ولسه لحد النهاردة الإذاعة المصرية ليها جمهورها، وجمهور كبير جداً بالمناسبة، خاصة الصبح كده لما تفتح عينك على صوت أم كلثوم وهي بتقول في الإذاعة يا صباح الخير يلي معانا. طبعا يعني ذكرياتنا في الإذاعة يا هدير لا تنسى. صحيح، وزي ما انت بتقول أساتذتنا، لأنه أي حد اشتغل المهنة دي لازم يتعلم من كل الأساتذة اللي بيشتغلوا في الإذاعة المصرية. كل سنة وكل إذاعي مصر بخير دايما وصحة وسعادة يا رب. من 31 مايو سنة 1934 ولحد النهاردة والإذاعة المصرية بقت جزء أساسي من حياتنا جميعا. وطبعا كلنا فاكرين الأعمال العظيمة اللي كانت بتتقدم زمان في الإذاعة المصرية، برنامج على الناصية وبرنامج كلمتين وبس للفنان فؤاد المهندس، وبرنامج إلى ربات البيوت، أشهر برامج المرأة في الإذاعة. ودلوقتي كمان بقى في عدد كبير جدا من المحطات الإذاعية اللي كلنا بنتابعهم، سواء واحنا في عربياتنا وسايقين في وسط الزحمة وبنستمتع واحنا بنسمعهم، أو بالليل كمان في ساعات الروقان ونفتح الراديو ونستمتع بهذه البرامج ونتابع كلنا البرامج اللي بنحبها. بمناسبة بقى ارتباط الناس هدير بالإذاعة، عايز أقول إنه الراديو ليه نوستالجيا خاصة كده، لأنه زمان ما كانش فيه وسيلة للتسلية غير الإذاعة. لحد دلوقتي ولحد وقت قريب جدا كمان كانت الناس تحب انها تتابع المسلسلات على اذاعه البرنامج العام والشرق الاوسط، وكمان كان في جيل ذهبي للمذيعين أبلة فضيله، فهمي عمر، وهمة مصطفى طبعا مع حفظ الالقاب، اسماء كتيره جدا كلنا ارتبطنا بيهم وكانوا هم النجوم اللي دايما يا هدير كنا نحب نسمعهم على الراديو. صحيح، علشان كده يعني الاذاعه طول عمرها ليها مكانه كبيره وخاصه جدا عند كل الناس. وكمان يعني في خطه تطوير شامله بتحصل في الاذاعه هنتكلم عنها مع حضراتكم النهارده في احدى فقرات البرنامج. كل سنه وكل الاذاعيين بخير وصحه وسعاده دايما. صباح لحضراتكم في كل مكان من استوديو صباح الخير يا مصر هنا القاهره.